شركة أرامكو أنشأت شركة اسمها شركة واعد، تدخل شريك مع ستارت اب كومبانيز وتقدم له الدعم وتقدم له أوسو الشراكة. لماذا لازم تنشأ شركة تحت الأمبريلا حق شركة ناشونال بتروليوم في الكويت، وفي نفس الوقت تدخل شريك مع شركة واعد في أي مستثمر بالكويت بالسعودية أو بالإمارات، وبالتالي يكونون ثلاثة شركاء ويعطي دعم قوي جدا لأي مصنع ناشئ؟ هذا مقترح وشكرا. شكرا على السؤال. أنا متحدث عن التكنولوجيا يمكن في إيكويت إز فارز، يعتمد على البرودكت اللي فيها. في بعض البرودكت التكنولوجيا فيها أيضا محدودة، ما هي يعني كثيرة أو إس لايسنسد. وفي ألاست أوف ذا لايسنسينج سايد إحنا وي آر يوزنج ذا لايسنس أند تراين تو فولفيل ذا لايسنس ريكوايرمنت، ويمكن ما نقدر نسوي باللايسنسز إلا لما وي أون ذيس لايسنس. لكن في جانب آخر اللي هو في البرودكت إنوفيشن أند آر إن دي، الحقيقة إحنا فعلا في جهد عندنا جيد موجود بالشركة. الأمانة العام الماضي يعني يمكن لما في جبكة إحنا وي ون البرايز فور ذا نيو برودكتس في البلاستيك سايد، يعني من ناحية إن كيف الماتيريال الموجودة. فعندنا أكتيفيتيز كبيرة من هذا الجانب تتحرك عندنا بداخل الشركة. الجانب الآخر اللي إحنا حريصين عليه الحقيقة يمكن اللي ذكرته أنت في البروسيسز، وحتى في the way we conduct the business itself. يعني إحنا we trying to build what we call innovation culture inside the organization، بحيث كيف نستطيع فعليا نحفز موظفينا أنهم فعلا يبتدون يخرجون من الباوندز الموجودة عندهم، وأنه ينظر في اللي قاعد يسويه وفعلا يقدر يطوره ويغيره ويحسنه إلى الأفضل. والحقيقة هذه بالنسبة لنا is a journey، يعني ما هي قضية راح تكون overnight، وإحنا ممكن أيضا beginners فيها، ما إحنا يعني الحقيقة ناس متمرسين فيها كثيرة. لكن هذه النقلة مطلوبة عندنا، يعني إحنا نعتقد في عندنا نقلتين لازم تصير في إيكويت، اللي هو building the culture مال innovation، وأيضا building what we call it the technical centers، أو اللي لازم يكون موجود بعد فترة من الزمن. هذه القضايا الحقيقة اللي إحنا قاعد نحرص عليها في الفترة الحالية، قاعد ندفع فيها في قضايا مثل ما قلت لك. يعني ممكن تحكي عن لايسنسنج في بعض القضايا، ما عندنا الحقيقه، انا مجرد يوزر حق اللايسنس، nothing else. يعني فعلا we do improvement، بس الامبروفمنت هاز تو جو ثرو ذا سايكل كالعاده، ثرو ذا لايسنسز هي هاف تو تيك ذس وان تيستد برينج ات باك اجين اند يو ستارت يوزين ات. يعني بس احنا وي بروفد ان فعليا وي كان ميك بيتر اوت اوف ذا برودكتس، ولذلك this is we can really been doing it. انا اعتقد اليوم اهم تشالنج قدامنا بالشركه ان هاو كان وي بيلد ذات كلتشر داخل الأورجانيزيشن to be innovative, able to see the things and trying to go with something better حق الفيوتشر إن شاء الله. أستاذ أحمد، في عندك أي تعقيب؟ بخصوص التعاون على مستوى دول الخليج، حقيقة حالياً في لجنة منبثقة من مجلس التعاون، هم يسمونها Supply Chain Committee. هذه اللجنة طبعاً أعضائها من جميع الشركات النفطية الرئيسية، لو قلنا السعودية أرامكو، بي دي أو من عمان، بابكوك، قطر بتروليوم، من الكويت يمثلون شركة الكي أو سي. فهذه تجتمع مرتين بالسنة. المواضيع اللي تفضلت فيها هي من ضمن جدول أعمالها ومن ضمن الأكشن ليست اللي هي محضرينها، على أساس أول شيء فكرة توحيد القوائم للمصنعين، هذا شيء واحد. الشيء الثاني تشجيع الصناعات المحلية أنها تنافسها بدول الخليج نفسها، إزالة العقبات الموجودة. فحقيقة هناك مبادرات كثيرة وقطعنا فيها شوط لا بأس فيه، وإن شاء الله نتأمل أن نحصل على نتائج جيدة قريباً. ويعطيك العافية. هناك في سؤال؟ شكراً إبراهيم. السلام عليكم، عبد الرحيم عبد الله فخرو من غرفة تجارة صناعة البحرين. أشكر إخواني على التوضيح و المحاضرات القيمة اللي اليوم سمعناها عن نقل التكنولوجيا ودعمها وتوطينها. طبعاً نشكر بعد الأخ محمد على عرضه المتميز الديناميكي. وصلت للجميع أعتقد أخوي محمد حسين، شكراً لك على التغيير في الإلقاء. وأنا أتفق معك
واتفق مع الاخوان كلهم، خاصه الحشاش في نقل التقنيه وشلون تنقلها، ودول مجلس التعاون دول مستهلكه اليوم، يا ليت تصير دول مشاركه وليست مستهلكه. واعتقد الطبطبائي في محاضرته يتفق معي ان لابد ان احنا نتكلم عن المشاريع الكبيره البتروكيماويه تم نقلها لدول المجلس، والحمد لله احنا وصلنا الى العالميه فيها والمشاركه في خارطات العالم، لكن ما زال هناك في نقل التكنولوجيا وتوطينها في عله، في نقص. شنو العله؟ مثل ما تفضل محتاجين على خبراء عشان يدعمون لما احنا نروح نوقع اي اتفاقيه، الخبراء يدعمون بنود هذه الاتفاقيه، يكون للدول والمستفيد هنا في منطقتنا يعني مثل ما تقول حق المشاركه الحقيقيه، والمشاركه الحقيقيه تكمن انه هو يكون يشارك في التطوير، يشارك في البحث والتطوير، يكون له حق انه يغير. لما احنا نصير مستهلك انا ما اقدر اغير، ما بس استخدم واستهلك، فهذه جدا مهم واستراتيجي للاجيال القادمه ان شاء الله، لان نشوف انا شخصيا اشوف ان في نقص. ودول مجلس التعاون ممكن تساهم من خلال مؤتمركم برفع توصيات لخلق جهاز يقوم الاشراف على هذه الجانب. والجانب الثاني للحصول على هذا النوع من التفاعل لابد ان احنا نحطه في معاهدنا، مدارسنا، جامعاتنا. فالجيل لازم اتفق ويا اخوي الله حفظه الحشاشه مره ثانيه ان نبدا مبكر اساس نحصد، وهذه جدا مهم. واشكر المعدين واشكر الجميع على الحضور والمشاركه، وهذه النتورك انا اعتبره خالد في ال15 بحضور نخبة من الأخوان الأعزاء المؤسسين. شكرا للجميع. شكرا. عبد الهادي سحيمي من سعودي شاورون فيليبس. سؤالي حق المهندس محمد حسين. ذكرت نقطة على And I assume when you're talking about ethylene turnaround. سؤالي شلون انتو نجحتوا تقللونه من 45 يوم إلى 30 يوم؟ لأن typically best in class is 38 days, typically في الindustry 38 to 42. العادة 45. فإذا ممكن بس تعلق لي على It's, to put things in perspective, the turnaround كان يشمل الكراكر مال الإثيلين, البوليإثيلين. واليوتيليتيز الموجوده معاهم بالكامل يعني، اضافه الى كان عندنا دي بوتلنك ان بروجكت فور ذا الكراكر موجود عندنا، وايضا وي هاف تو دو ذا كونكشن حق البوليثيلين سايد اوف ات، فذيس از ذا هول تقريبا الموجود. انا اعتقد في بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وي ديد ذا فولوينج. اي ثينك ذا بلاننج ذا بريبريشن حق التيرن اراوند توك اس 2 ييرز اهيد اوف ذا تيرن اراوند اتسلف. فوي ريلي لايند اب ثينكس فيري ويل اولموست 2 ييرز تو ريلي ميك شور ذيس ان ذيس. Secondly, احنا لما تحكينا على مبدا ال HRO we start looking at the anticipation part. يعني شنو نتوقع يصير؟ يعني اعطيك مثل، الاخوه في عندنا في السلامه اتطرقوا حق القضايا الحوادث الماضيه خلال التيرن اراوند السابقه، شنو اهم الاماكن اللي ممكن يصير فيها حوادث، وكيف ان فعلا نقدر نتجنب هذه الحوادث وما تحدث لنا مره ثانيه، وكيف الموجوده. الشغله الثالثه التعامل مع العمالة، والحقيقة احنا كان تقريبا عندنا 10,000 عامل موجود. تدريب العمالة كان مشكلة كبيرة عندنا جدا يعني، فمن جزء من الانتسبيشن مدال لا يجونا هني رحنا لهم الحقيقة احنا. يعني في سواء في الهند، سواء في الفلبين، سواء في أماكن أخرى بالعالم، رحنا ودربنا، لأن احنا عندنا يمكن شوي ريستريكشن في المصنع أنه they have to have that introduction، يعني خصوصا من ناحية ما يتعلق في السلامة والبيئة والصحة والقضايا المرتبطه فيها. فالحقيقه حاولنا نكون قبل لا يجون انهم هيئين مجهزين وذي ار سيرتيفايد الحقيقه.
قضية أخرى في اللوجيستيك اللي سويناه، ويمكن هذه أول مرة نسويها وفعلا كانت ناجعة، كان جزء من المشكلة اللي عندنا قضية الفيز وقضية الجانب الصحي وما إلى ذلك وكيف نرتبها مع الطيران، وكانت تأخذ وقت. هذه القضايا للأمانة، وإحنا الحقيقة نشكر وزارة الداخلية، نشكر وزارة الصحة، نشكر وزارة الشؤون، كل الوزارات اللي تعاونت معنا سوينا لها مكاتب داخل المصنع، فبدال العامل يطلع يروح هنا كان العامل فقط في مكانه يسوي كل إجراءاته في البصمة وما إلى ذلك والصحي ويرجع سيدة شغلة مرة ثانية. ففعليا هذه خلتنا فعلا نركز بالكامل. القضية الأخرى الحقيقة الكنتينيوس مانتر، إحنا كان عندنا داشبورد وعندنا ستيرنج كوميتي، طبعا ما بتحكي على الستكشر ما إلى ذلك، إن they monitor everything almost by second والكنتينيوس فولو، وas soon as anything arises تلقى everybody on top of it to make sure you maintain it. هذه الحقيقة جزء، لكن أنا أقول أهم جزء بدون مبالغة الليدرشيب والكوميتمنت الموجودة كانت عند الناس. الحقيقة كانت في كوميتمنت، أنا عندي كانوا شباب يقعدون 16-18 ساعة يوميا بدون مبالغة، وطبعا كنا نشتغل 24 ساعة، بس كانت في ناس تقعد 16-18 ساعة. عندي ناس قعدت 20 يوم في المصنع ما طلعت منه. فلما تحصل هذه الروح وهذا الكوميتمنت من الناس، this is your بعد الله سبحانه وتعالى your power. وانا اعتقد this is what we are proud of، يعني انا جدا فخور الحقيقة بالعاملين بالشركة، يعني فعلا الناس عندها الكوميتمنت، عندها اليقينية في ان لها القدرة على الانتاج وتحقيق الهدف اذا كان في وضوح، وبالفعل هذا اللي انتجناه في النهاية. يعني شكرا محمد. ناخذ سؤال اخير دكتور. دكتور مصطفى باني، هل عندكم انتم خطه لتطورات الان مثلا اسعار النفط، هبوط الانهيار المستمر، يعني هل هذا اثر على مشاريعكم المستقبليه؟ هل لكم خطه بديله مجاهبة هذه؟ يعني لأن هذا عصب الاقتصاد، يعني دول الخليج خصوصا الكويت. هو ما في شك، يمكن اللي يشتغل في مجال يعني الصناعة النفطية في العموم، يعني انكلود البتروكيميكال، لازم نفهم ان this is a cyclic business، يعني ما هو دايم، يعني القضايا هذه ما هي جديدة. يعني احنا we had a cycle في الايرلي 70 في الايرلي 70s، وي هاف ا سايكل في الميد 80s، اند وي هاد ا سايكل موست اوف ذا 90s، حتى بدايه ال 2000، يعني يمكن من 95 كانت الابرايس في 98 اولموست هيت $8، يعني وما كان احد اصلا يتوقع انها ترتفع بالشكل اللي ارتفعت له. لكن في النهايه ذس ا سايكليك بزنس. احنا الحقيقه ننظر نظرتين، وذس وات وي تراين تو ميك شور، ان احنا وي اندرستاند او انتسيبيت السايكلز هذه. في نظرة اللي هي الاستراتيجية، لأن هذا الصناعة اللي احنا فيها صناعة استراتيجية، ما يحق يوم ولا سنة ولا سنتين، لازم تكون طويلة المدى، فلازم يكون عندك النفس لتحمل مثل هذه السايكلز اللي موجودة عندك وتمشي بعد ذلك، لأن لما تيك الويند فول you will enjoy it يعني في نفس الوقت. القضية الثانية أن you have to work also tactically، يعني اليوم في مثل هالحالات أنت لازم تراعي مصروفاتك والتعامل مع المصروفات اللي عندك وكيف التعامل معها. حتى الإنفاق مالك لازم يكون مقنن بحيث يعطيك العائد الأكبر على اللي انت تسويه. أيضا حرصك، أحيانا يمكن ما عندك كنترول على السوق، يعني ما يقدر تسيطر على السعر، يمكن هم ساعدنا we make the impossible possible، بس بالسعر ما عندنا أي قدرة الحقيقة أو شيء نقدر نسويه في هذا المجال. لكن بالفعل يعني أنت لازم تتعامل تاكتيكلي مع العملية هذه، وأنا أعتقد اليوم التجربة الموجودة عندنا فرصة، فرصة رائعة إذا فهمنا كيف نتعامل معها بجدية، لأن ساكر راح تجي مرة ثانية ترى، يعني ما راح تنتهي العملية، يمكن خلال 6 سنوات 8 سنوات، يمكن أقل يمكن أكثر، بس الساكر راح تجي. واليوم أنا أقول في الاقتصاديات اللي معتمدة على مصدر واحد، هذه فرصة عمر بالنسبة لنا كيف نتعامل ونوطن الناس حتى لتحمل مثل هذه العملية للمستقبل.
لان انت ما تبي تستمر في كل ما جي سايكل هذه تروح في اشياء دراماتيك يعني بحيث انك تغير قوانين وما الى ذلك وبعدين ترد مره ثانيه وهكذا. لا، انت تبي تستفيد من هذه الفرصه كيف تستمر دائما في الاستمرار. الحقيقه الدكتور حساس ذكر قضيه مهمه جدا، يعني التكنولوجي او الديفرنت برانشز الموجوده للانفسترز ما تحتكر فقط على النفط يعني او على الغاز او على البتروكيميكلز، في مجالات اخرى. يعني انا اقول اليوم فرصه ان نفكر كيف نروح حق المجالات الاخرى هذه وكيف فعليا كتكامليه في الخليج ان نوزع على قولتهم بيننا شلون نترتب الامر. اليوم احنا بيننا تنافس بالبتروكيميكال بالسوق، نتنافس وهذا مو غلط، لكن كيف فعليا نكون متكاملين اكثر اذا ندعو الى هذه التكامليه والكولابوريشن اللي تحكي عنها. يعني حقيقه انا اعتقد الامر طبيعي، ما في يعني المفروض ان نكون يعني منجزعين منه. We have to manage it tactically، وهذا أيضا الكل لازم يتحمل الألم اللي راح يجينا فيه، وبعد ذلك نرجع إن we should manage it better وفعليا إن نستفيد من هذه التجربة بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا. سؤال أخير أبي أطرحه على الدكتور بلقاسم العباسي والدكتور خالد الحشاش. أنشأت بعض دول الخليج مراكز أبحاث ومؤسسات بحثية لربط التكنولوجيا بالقطاع العام والقطاع الخاص، كيف تقيمون هذه التجارب؟ لما نأتي إلى التقييم التجارب عموماً في مجال التكنولوجيا بالذات هنالك مؤشرات اللي هي تمثل إنتاج التكنولوجيا. للأسف الشديد في مجال الإنتاج وضعنا يعني بكل صراحة ليس جيد، لأن يعني نحسب الباتنت ونحسب براءة الاختراع وكل المسجلة، ف الأمر لا في الليك تيبل لا نظهر يعني كثير، يعني بالرغم أنه موجود لكن هذه المؤسسات الموجودة ضرورية، لأن في نهاية المطاف أيضا تقوم بأعمالها ولديها أجندة ولديها مشاريع تقوم بتطويرها. جزء منها مثلا في كيفاس يحاول أن يدعم البحث العلمي الأساسي، ومثلا بكسر في الكويت مثلا في التطبيقي بالذات في قضايا البيئه والنفط اللي هما بالذات يعني الديسالينيشن وكلها يعني اخذوا في شوط كبير. لكن المشكله انه مو فقط في هذه المؤسسه، هي المشكله في المنظومه كلها. السيستم يبدا من التعليم الابتدائي وليس فقط المشكلة في مؤسسة كسر وكم صحيح. بحث نشرت باحثيها وكيفاس كم بحث مولت. مشكلة كبيرة جدا في نوعية التعليم، يجب أن يكون هنالك عمل كبير جدا في رفع مستوى التعليم. ننفق كثير، ننفق على التعليم بمستويات الدول المتقدمة، لكن نوعية التعليم عندنا بالذات في الماث اند ساينس تتطلب إعادة النظر في المنظومة كلها، وكثير ناس يتكلموا فيها لازم ننتقل من المعلومة التلقينية إلى المعلومة المهارات والذكاء. أيضا الجامعات، لأنه قبل ما نذهب إلى المراكز البحوث العلمية، الجامعات هي سوف تخرج المهندسين وتخرج الجامعات. أيضا وظيفتها الأساسية تعليمية teaching، ولا تركز على الريسيرش بشكل كبير وقوي جدا. ولذلك لا غرب لما نشوف في تصنيف الجامعات العربية كلها لا تظهر أيضا في الليك تيبل من أحسن الجامعات في الدنيا، لأنه الجامعة وظيفتين، وظيفة تعليمية تخرج المهندسين وحملة الليسانس، وأيضا الريسيرش ما تنفقه على الريسيرش وكله بسيط جدا. لديها مهمة أساسية أنها هاي كانت ضرورية في بدايات التنمية، لأن كنا نحتاج إلى مهندسين ونحتاج كله، بس من المفروض أن نتطور مع الوقت بحيث أن تصبح الجامعة أيضا ليس فقط تكون فقط للتعليم، وإنما أيضا for the frontier of research، لأنه بعد الجامعة تأتي قضايا البحث العلمي وقضايا التطبيقي. البحث العلمي والتطبيق أيضا مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هو في الفرونتير، لذلك نحتاج ساينس باركس، نحتاج انكبيترز داخل الجامعة كلها لنقل البحث العلمي ونقله الى الحياه التطبيقيه في شكل مخترع، منتجات مخترعه جديده. الجامعات في الدول الغربيه تجد لديها تشجع هذه، ولديها باتنت اوفيس، ولديها ترانسفير تكنولوجي اوفيس، بحيث ان تبيع التكنولوجيا وتملكها وتصبح عمليه تجاريه مربحه في نهايه المطاف. هذه ايضا. بعدين لدينا ايضا القطاع الخاص،
وهل القطاع الخاص يملك القدرة في أنه يتحمل تكاليف البحث العلمي؟ لأن المنافسة محتدمة في السوق ولا يمكن أن تبقى وتشكل قطب تنافسي إلا إذا كنت تستخدم آخر التقنيات وتضيف عليها. طبعا احنا بعيدين، لسنا في الفرونتير ايكونوميز، نحن دول ما زلنا لدينا شوط كبير في استيعاب، لا حتى استيعاب التكنولوجيا حتى تطويعها وامتصاصها يحتاج انه يعني في نهايه المطاف نحتاج الى تطوير قدراتنا الذاتيه في كل المنظومه بكل اجزائها وكل اجزائها. شكرا. دكتور خالد، انا اعتقد بان اثني على كلام دكتور القاسم بان الموضوع ما هو كمي كثر ما هو نوعي. فبالتالي إذا كنا نبحث التحول من التعليم الإيداعي إلى التعليم الإبداعي، فإحنا بحاجة إلى تغيير منظومة الذهنية أو الفكرية لمجتمعاتنا الخليجية، ويمكن قد تكون بدايتها بما دائما أطلق عليه هو محور الأمية الثالثة اللي هي متصلة في المعرفة المؤسسية. معظم مؤسساتنا في سواء البحثية أو التعليمية أو حتى المدنية تجهل مفهوم المعرفة وكيف أن تستقل هذه المعرفة بما يحقق لها من عوائد مادية أو عوائد معنوية. التوجه في مفهوم البحث العلمي أعتقد يبدأ في التعليم. إحنا لا يعني يمكن لا وصلنا الجامعة وبعدين فهمنا شنو الار ان دي. الآن عندك جيل وهو من الصغر متصل في التكنولوجيا، فلا يمكن أنك أنت تستمر في هذه النمطية في المواد الدراسية اللي ما زلنا من 50-60 سنة ما تغيرت. يجب أن يتم استدخال واستحداث المناهج التعليمية في دول منظومة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إدخال مواد تتعلق في الار ان دي، تتعلق في الانوفيشن، تتعلق في الليدرشيب مثل ما تفضل مهندس محمد. هذه من الأمور أساسيات حتى تنشئ لك جيل يتفهم لغة اللي راح يتم تداولها بعد 20-30 سنة. قضية البحث العلمي هي مدخل أساسي لمفهوم النولج إيكونومي. من غير بحث علمي لا يمكن أن يقوم للدولة أو لأي مؤسسة قائمة في مجال إنتاج المعرفة وتطويرها. شكرا. اسمحوا لي في النهاية أن أشكر المهندس محمد حسين الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت بتروكيماويات، والدكتور بلقاسم العباسي مستشار اقتصادي في المعهد العربي للتخطيط، والأستاذ أحمد طبطبائي رئيس الدائرة التجارية في شركة البترول الوطني الكويتية، والدكتور خالد الحشاش رئيس المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي في دولة الكويت لمحاضراتهم القيمة، وأشكر حسن استماعكم. شكرا. نشكر الأساتذة الأفاضل على الجلسة المتميزة، وندعو سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لاستعراض البيان الختامي والتوصيات للمؤتمر، وبعدها ندعوكم للغداء في مطعم شهريار الدور السابع إن شاء الله. تفضل سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. البيان الختامي والتوصيات لمؤتمر الصناعيين 15 الاستثمار الأجنبي المباشر وآثره في الصناعة الخليجية والدولة الكويت 25-26 نوفمبر 2015، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، عقد مؤتمر الصناعيين 15 الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية في فندق شيراتون الكويت في الفترة من 25-26-2015. وقد تكرم سعادة الدكتور يوسف العلي بافتتاح أعمال المؤتمر